ديري كي جات فشه رطيطبه لم زوينتها هانتوم بالصحه والراحه. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم عند خالتي زبيده. اليوم غندير لكم واحد الكيكه سهله مهله بالكوك. عندي هنا جوج بيضات، غنخلط كل شيء في الطراب. جوج بيضات، عندي هنا كاس ديال السكر، عندي هنا كاس مع مرش كاس الا ربع ديال الزيت، عندي هنا كاس الحليب، قول كاس ونص ديال الحليب، عندي هنا كاس ديال الكوك. غنخلط هادشي عاد غادي نزيد. عندي قبيصه ديال الملحه، فوالا نطرب هادشي عاد غادي نزيد الخميره والدقيق. بعد ما خلطت الخليط ديالي غنزيد كاس ونص ديال الدقيق الابيض، كاس ونص وتقريبا 14 غرام ديال البيكنج باودر. غنخلط كلشي، وهذه هي الكيكه ديالي، خفيفه كتجي وزوينه. عندي المهنه ديالي دهنته بالزبده ودرت عليه شويه ديال الكوك، صافي. وغنخوي الكيكه ديالي الخليط ديالي وغنديرها في الفران 45 دقيقه، الفران 180 درجه، وهالكيكه ديالي واجده. الكيكه ديالي ها هي واجده، ها هما كي جات، جات مفشفشه خفيفه بالصحه والراحه.